اليوم المحاضرة مالتنا راح نتكلم بها عن الجلوميولار فلتريشن as a learning objective to this lecture to describe the mechanism of glomerular filtration and also study the factor affecting glomerular filtration. Also describe the renal autoregulation. نخلي بالنا الموضوع مهم بالنسبة إلى ال GFR أيضا الريجوليشن الميكانيزم كلها مهمة يعني تعتبر طبعا بالإضافة إلى السلايدات اللي ذكرناها بالمحاضرات السابقة اللي هي تتعلق بالهايدريشن والديهايدريشن بالإضافة إلى الستركتشر أوف نفرونز يعني هاي الأشياء الأساسية اللي المفروض تعرفوها اللي تتعلق بالجانب الفسيولوجي. الجلوميولار فلتريشن عبارة عن بروسيس باي ويتش ذا بلازما فلتريت إن ذا جلوميولاي ثرو ذا جلوميولار ممبرين. So the filtered fluid glomerular filtrate is protein free with no cellular element. مثل ما نلاحظ عملية الفلترة الأولى مثل ما قلنا تكون بداخل الجلوميولار أو الجلوميرس اللي تتكون من ال net of vessels, small vessels of blood. وراح تكون عملية الفلترة هنا من خلال الافرنت and efferent arterioles بداخل طبعا هي كلها موجودة بداخل البومانس كبسول. ثم بعد ذلك راح تتفلتر المواد اللي يفترض ان تكون خاليه من البروتين والعناصر عناصر الخلايا اللي هي البلد سيلز اللي هي الجلوكوز هاي التراكيب اللي ما المفروض تفوت من خلال الجلوميرس. الجي اف ار اخذنا بالسلايد او بالمحاضره الماضيه قلنا طلعت لكم سلايد خلينا بالمراحل اللي تكون بها function of kidney is normal or abnormal or decrease mild moderate severely بالاعتماد على يمن على الجلوميولار فلتريشن ريت سوري اللي هو من لكل منت. فبالحاله الاولى الطبيعيه اللي تكون اذا تلاحظوها باللون الاخضر اللي تكون normal or high راح تكون above 90% while بالمرحله الثانيه راح تكون between 60 to 89 اللي ايضا حطها باللون الاخضر يعني الى حد هنا الفانكشن اوف كدني معناتها يعني مايلدلي ديكريز انه تكون قليله الكفاءه مالتها ولكن هي ضمن الحدود الطبيعيه. عندما ما تبدي تتغير الجي اف ار وتنزل تحت مستوى ال 60 راح تبدي تتحول الى المايدريت سوري الى المايلدلي تو مودريت ديكريز اند بعدين راح تتحول الى السيفيرلي ديكريز وصولا الى معدل جي اف ار اقل من ال 15 اللي راح يحصل بها وراح نصل الى نتيجه الكدني فيلر اللي هي الفشل الكلوي وعدم قدره الكليه على تصفيه المواد اللي موجوده بداخل الدم وبالنتيجه راح يصير عندي رينال فيلر. طبعا هنا البروسيجر اللي يكون اللي يقيسون من خلاله الجلوميرال فلتريشن يعتمدون بها على الايج، يعتمدون بها على الويت، على الاثنيسيتي، يعتمدون على الجندر، كل هاي معايير ويحدد لك النورمال. هنا انا حاط لك المعدل الجي اف ار حاصر لك اياه بتوين نورمال وبتوين الكدني فيلر وهاي المنطقه اللي هي الكدني ديزيز اللي تكون عاده ابوف 15 وصولا الى 55. العوامل اللي تاثر على الجلوميولار فلتريشن عندي عوامل او اسباب تؤدي الى حدوث يعني تاثر على كفاءه الجلوميولار فلتريشن اللي هي راح تكون تمتاز او النقطة الأولى اللي هي تتضمن الفلتريشن بريشر. الفلتريشن بريشر اللي موجود بداخل الجلوميرس فلتريشن اللي هو يعتمد على الهيدروستاتيك والأزموتيك فاكتور خلال منطقة الممبرين اللي تتعلق بالجلوميولر. وهاي تشتمل على شنو؟ تشتمل على ضغط ثلاثة مناطق، هاي طبعا هذا الموضوع مهم لازم نركز به انه نعتمد على الجلوميولار او الفاكتور اللي تاثر على الجلوميولار فلتريشن تعتمد على الفلتريشن بريشر اللي يتحكم به ثلاثه قوى او ثلاثه ضغوط اللي هي الهيدروستاتيك بريشر بالجلوميولار كابلاريز اللي ينظم لي عمليه الفلتره والهيدروستاتيك بريشر بالمومان كبسول اللي يعاكس لي الفلتريشن وايضا عندي الكولويد اسموتيك بريشر اللي موجود بالجلوميولار كابلاري ايضا يعاكس الفلتريشن. اذا هذا النقطه الاولى اللي هي الفلتريشن بريشر. النقطه الثانيه البيرماليتي اوف ذا كابلاري اللي تعتمد على السايز، تعتمد على البورز، تعتمد على الالكتريكال شارج
هاي كلها عوامل تؤدي او تي اوف كابيلاري سايز اللي كثر تاثير على الجي اف ار. وعندي النقطة الثالثة اللي هي السيرفس اريا المتعلقة بالفلتريشن اللي هي تعتبر الحجم الكلي الى الكابيلاري مقارنة بالنسبة الى عملية الفلترة. اذا معدل الجي اف ار هو الفوليوم اللي موجود بالبلازما واللي ممكن انه يصفى خلال دقيقة واحدة، يعني الجي اف ار لكل 125 مل بير منت ان ميل يعادلها تقريبا يعني اقل منها ب 10% بالنسبة الى الفيميل. نلاحظ بهذا السلايد انه الديترمينيشن اوف جلوبولر فلتريشن ريت كم قوة الجي اف ار من عمل من خلال الافرنت اند افرنت ارتريول. فراح تكون القوة هاي المحسوبة امامكم انه معدل الجلوميولر هيدروستاتيك بريشر اللي هو موجود بداخل الجلوميولوس راح يكون حوالي 60 ملم لكل زئبق. قلنا يعاكس الجلوميولر اوزموتيك بريشر، شوف السهم معاكس المن الى الفلتره، يعني الجلوميولر فلتريشن او الجلوميولر هيدروستاتيك بريشر السهم راح يكون الى الداخل، هذا موجود بداخل الجلوميولوس اللي هي ضغط تقريبا 60 ملم زئبق. يعاكس الفلتره هو الضغط الناتج من الجلوميولر اوزموتيك بريشر، ثم بعد ذلك الضغط اللي يحيط به الاثنين اللي هو عباره عن ضغط كبسول مالت البومان اللي مقداره 18 ملم لكل زئبق. هذا الضغط ال 18 ملم عندما اريد اطلع النت فلتريشن بريشر ايش راح اسوي؟ راح اطرح الجلوميولر هيدروستاتيك بريشر من الضغط اللي موجود اللي عاكسه من الضغط اللي عاكس الموجود بالبومان، فاذا تطرحن راح تطلع صافي هو حوالي 10 ملم لكل زئبق. اذا هاي شلون احدد القوى اللي تتحكم بالفلتريشن ممبرين من خلال الجلوميولر فلتريشن ريت من خلال ثلاثة قوى. جاي أعيد الموضوع مرة ثانية لأن أنا هذا الموضوع مهم. من خلال ثلاثة قوى اللي هي الجلوميولر هيدروستاتيك بريشر، البومان هيدروستاتيك بريشر، والأوزموتيك أو الكولويد أوزموتيك بريشر، وكل وحدة لها فد مقياس معين حتى القصد من عنده حتى أطلع قد نت فلتريشن من خلال التحكم بهذه القوى اللي موجودة بداخل جلوميولر فلتريشن واللي تعاكس أيضا اتجاه الفلتره بالنسبه الى الكولويد اوزموتيك بريشر بالنسبه الى البومان كبسول بريشر. هنا نفس الشيء اصور لك اياه بطريقه اخرى حتى تكون الامور اوضح. قلنا البومان بريشر وعندي الكولويد اوزموتيك بريشر وعندي الكابيلاري بريشر، راح نلاحظ الاسهم اللي راح يكون عندي سهمين متعاكسات بالنسبه الى السهم الاساسي اللي هو موجود بداخل الجلوميرولس، فهذا هو ال 60 اللي راح يكون خارج يعاكسه الموجود بالكولويد اوزموتيك بريشر ويعاكسه اللي موجود بداخل بومان بريشر، فراح تكون النتيجه الصافي هو 10 خارج من خلال عمليه الجلوميولوس. يعني الفلتريشن النت فلتريشن الناتج من عمليه الجلوميولوس، عمليه الفلتريشن اللي تكون بالجلوميولوس هو حوالي 10 ملم لكل زئبق يدخل الى داخل النفرونز من خلال البروكسيمال تيوبيول، يعني من خلال الرينال تيوبيول وصولا الى اللوب اوف هنلي، ويصعد الى الديسندنج اند اسندنج لوب اوف هنلي، ثم يتجه الى الدستل كولكتنج دستل تيوبيول، ثم يصل الى الكولكتنج دكت، بعد ذلك راح يرتبط بالبلدر واليورثرا اند فورميشن اوف يورين اوتسايد ذا بودي. GFR must be controlled. هنا لازم يعني يكون في التنظيم بعملية الجلوميرال فلتريشن ريت. ليش؟ ذاكر لك حالات يقول لك if GFR is too high يعني above the normal شو راح يصير عندي؟ راح يصير عندي increase in urine output. أيضا بهاي الحالة راح يصير عندي threat of dehydration and electrolyte depletion. إذا هنا إذا صار عندي مرتفع راح يزداد عندي الخروج اليورين بكمية أكبر
وبالنتيجة عملية إنتاج اليورين بكمية أكثر من الحد الطبيعي أو التخلص من هذه من تكوين اليورين فورميشن راح يؤدي إلى حدوث بال يعني الديستيربنس راح يصير عندي بالإلكترولايت آيونز اللي هي نعرفها احنا هاي الصوديوم كلورايد بوتاسيوم. FGFR is too low أقل من الحد الطبيعي راح يصير عندي insufficient excretion of waste راح تتراكز تتراكم الويست بداخل الجلوب بداخل الدم وما راح يصير عندي إخراج كافي بشكل طبيعي من التخلص من هذه الويست. إذا الطريقة الوحدة أو الطريقة الأساسية اللي ممكن أنه نتحكم بها من خلال تنظيم الجي اف ار فروم مومنت تو مومنت از تو تشينج جلوميولار بلاد بريشر. اذا يتحكم بالكنترول اوف جي اف ار من خلال تشينج جلوميولار جلوميولار بلاد بريشر. شلون راح نتحكم بالجلوميولار بلاد بريشر؟ من خلال اللي بالك وياي راح نتحكم به من خلال The nephron has two ways to prevent drastic change in GFR when blood pressure rises. إذا هنا راح يصير عندي حالة من التحكم من خلال النفرون باستخدام طريقتين حتى ينظم شنو؟ حتى ينظم GFR. الحالة الأولى اللي هي constriction of the efferent arteriole to reduce blood flow into the glomerulus. يعني إذا أريد أتحكم بالجي أف آر شلون أتحكم بالجي أف آر؟ شلون أخليه يرجع بوضعه الطبيعي لا يصير هاي ولا يصير لو؟ من خلال شنو؟ من خلال عمل النفرون اللي عنده في الطريقتين يتحكم بالدراستيك تشينجز بالجي أف آر. شو يسوي هذا النفرون؟ يسوي كونستراكشن عند الحالة الأولى يسوي كونستراكشن of the efferent arteriole حتى شو يسوي؟ حتى يختزل البلد فلو انتو ذا جلوبيروس. هذا حتى شنو؟ اذا صار عندي معدل الجي اف ار هاي اذا صار عندي معدل الجي اف ار تو هاي راح يسوي النفرون كونستراكشن بالافرنت ارتريول حتى يمنع تدفق الدم الى داخل الجلوبيروس وبالنتيجه ما راح يصير عندي فلتريشن بكميه عاليه. او يسوي دايليشن اوف ذا افرنت ارتريول تو الاو ذا بلد to flow out more easily, change in an opposite direction if blood pressure is false. هنا أما يسوي لي تضييق إلى الوعاء الدموي اللي أفرنت الوارد أو إلى يسوي لي توسع إلى الوعاء الدموي الصادر حتى شنو؟ حتى يزيد من تدفق الدم بشكل طبيعي أو بشكل سلس. هذا التغيير بالopposite direction of blood pressure if هاي العملية إذا فشلت راح يصير عندي فالتغيير بالضغط داخلي من الخلال مثل ما أخليكم أنا بالصورة هاي الضغط الداخلي اللي هو الكولويد والبوماز والكابيلاري اللي جلوميروس. هذا التغيير بالأوبوزيت دايركشن بالبلد بريشر راح يسوي لي النفرونز هذا التغيير حتى إذا فشلت عملية الكونستراكشن أو الدايليشن اللي يتحكم بها النفرون حتى يحافظ على الضغط الأزموزي بداخل الجلوميروس وبالنتيجة راح يكون الجي أف آر ضمن النورمال ليميت لا هو بصاعد بشكل هاي ولا هو منخفض بشكل قليل لان احنا قلنا الجي اف ار must be controlled جي اف ار must be controlled with the normal limit حتى لا يصير عندي قلنا الجي اف ار اذا صعد راح يصير عندي خساره لوز بالالكترولايت ايونز وراح تؤدي العمليه الى الديهايدريشن واذا صار عندي insufficient والنتيجه راح تكون انه راح يصير عندي accumulation of the waste وهذا هم راح ياثر على الفانكشن اوف ذا بودي. الكويشن مالتنا اليوم what is the mechanism of the glomerular filtration. انا وجهت هذا السؤال حتى شنو؟ حتى اكد على موضوع الميكانيزم اوف الجلوميولار فلتريشن. موضوع الجلوميولار فلتريشن موضوع مهم يعني لازم نركز عليه بدراستنا. As a recap to this lecture, glomerular filtration is the process by which the plasma filtrate in the glomerular
glomeruli through the glomerular membrane of the relative stable GFR in spite of the change 75 to 175 millimeters سقفة in arterial blood pressure. هذا فيما يتعلق بالمحاضرة اليوم، يعني اختصرناها في سبيل انه نركز على الجوانب المهمة اللي تتعلق بموضوع المحاضرة. اكو عندي يعني جوجل فورم راح ارسل لكم اياه على قناة التليجرام اللي هو بها سؤال يعني لمدة 10 دقائق، فاحنا نخلي بالنا بالنسبة نضبط امورنا بالنسبة الى النت. راح ارسل لكم اياه على